اهلا وسهلا. اهلا اهلا. على حس او على ذكر موجة الحر الشديد، لازم يجي على بالك اهالينا اللي على باب الله، العمالة اليومية اللي بتشتغل في الشوارع من صباحية ربنا لحد المغربية، ناس بتصحى يدوب مع اذان الفجر يصلي الركعتين او يصلي لربنا ايا كانت الديانة، ولقمة عيش خفيفة، وياخد بعضه وينزل جري على شغله. شغله ده بقى ممكن يبقى انه طالع نازل بقصعة الرمل ولا المونة ولا حمل الطوب، وشغله ده ممكن انه يبقى بينظف في الشوارع علشان يخليها نظيفة وتلمع وتبرق ويبقى شكلها جميل، وشغله ده ممكن انه يكون بيسقي زرعة عطشانة في عز الأيالة. ايا كان شغله، لكن المسألة متعلقة بايه؟ الراجل ده بينزل من صباحية ربنا على الله فليتوكل المؤمنون، عاوز ياكل عيش بالحلال، لا بيفكر يعمل حاجة كده ولا حاجة كده، ده راجل نازل يشتغل في عز الحر. لما تبقى درجة الحرارة 42 ولا 43 ولا أزيد، إحنا ولا قادرين، يدوب ننزل خطوتين من باب العمارة لحد باب الجراج، ولا لو ركن العربية على بعد مترين ثلاثة تقعد تقفقف ويا رب واهداه ويوم القيامة ومش يوم القيامة. أمال الراجل اللي نازل من صباحية ربنا يشتغل على دراعه ده يعمل إيه؟ أنا ما بقولكش اشتغل شغلانته ولا حاجة، أنا كل اللي أنا بقوله لك فكر في هذا البني آدم، فكر في هذا الرجل أو هذه السيدة اللي نازلين من صباحية ربنا علشان يأكلوا لقمة عيش بالحلال. تلاقي ست طيبة واقفة على جنب وحاطة فرشة وبتبيع عليها شوية خضار وكم حزمة جرجير على كم حزمة بقدونس. كل اللي أنا طالبه إنه إذا قدرت، يعني إذا قدرت وإنت بتشتري الحاجة سيب فوقها حاجة، يعني بتشتري لك حزمتين أي شيء في الوجود سيب فوقهم حاجة، مش هيخسروك شيء ومش هيقللوا من فلوسك أي شيء على الإطلاق. اعتبرها صدقة أنت بتحطها، اعتبرها مساعدة، اعتبرها تقدير لبني آدم واخد قرار ينزل ياكل لقمة عيش بالحلال. أقف جنبه وافتح له شباك، خليك متأكد أنه ربنا هيفتح لك قدامه ألف باب. جرب هتخسر ايه؟ ويا سلام بقى لو انت وانت لسه نازل من بيتكو كده هو بيستفتح وانت بتستفتح، قدم الصدقة دي على طلعة النهار وشوف اللي ربنا هيديهولك، هتفرح هتفرح. ليس كلام متصوف، الا انا متصوف ولا طول حتى، يعني المسألة كلها اقدر اقولك ايه، من المجربات. جرب، هتخسر ايه؟ ولا حاجة، دول شوية فكة مش هخسروك اي شيء على الاطلاق. جرب بس كده وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيفتح الأبواب في وشك عاملة إزاي على شباك. يا ميسر الأحوال، النهاردة بقى قضت محكمة جنايات الأسكندرية بإعدام المتهم بقتل القمص إرسانيوس وديد، وده بعد أخذ الرأي، ودي صورته رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويقدس روحه، طبعا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي في إعدامه. كانت المحكمة حددت جلسة 11 يونيو النهاردة السبت للنطق بالحكم، وخلال جلسات المحاكمة عرضت النيابة العامة مقاطع فيديو من تفريغ كاميرات المراقبة في محل وقعة القتل. من خلال المقاطع دي أثبتت النيابة بما لا يدع مجال للشك ترصد المتهم بالمجني عليه قبل ارتكاب الجريمة، وكان قرار القاضي وحكمه العادل بالإعدام عند ربنا. طيب تعال ناخد بقى خبر آخر، والخبر ده الحقيقة أثار الكثير من الجدل والكثير من اللغط لو صح الكلام. حضراتكم عارفين أن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان عمل مؤتمر صحفي النهاردة لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة الملعب النهائي لدوري أبطال إفريقيا، المباراة الشهيرة اللي كانت في المغرب. الأهلي للأسف الشديد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا لما خسر قدام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 2-0. يذكر يا سادة كرام للتذكرة كده أن الأهلي كان خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في أكتر من مناسبة للاعتراض على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، وكان بيطالب بإقامة هذه المباراة في ملعب محايد.
حلو كده؟ طيب. وكابتن محمود الخطيب قال انه بالفعل كان اجرى مجموعه من الاتصالات واتصل برئيس الاتحاد المصري فقال له انتوا خطبتوا الكاف ولا ما خطبتوهوش؟ قال له احنا خطبنا الكاف بالفعل، وبعدين اتصل بالمهندس هاني بوريده عضو الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، فانتوا جالكم مخاطبه من الاتحاد المصري ولا ما جالكوش؟ قال له احنا جالنا مخاطبه بالاعتراض، ولم يبدي الاتحاد المصري لكره القدم رغبته في إقامة المباراة على الأراضي المصرية. رجع كابتن محمود الخطيب يكلم تاني الاتحاد المصري، قال لهم يا جماعة هو انتوا مين في كل صح؟ فكان الرد احنا الاتنين صح، الحقيقة احنا كلمنا الكاف علشان نقيم المباراة في ملعب محايد، بس احنا ما طلبناش من الكاف ان احنا نقيم المباراة عندنا في مصر. فيبقى كلام المهندس أبو ريدة صح، ده كلام الاتحاد بالمناسبة، وكلامنا إحنا كاتحاد صح. ما بين هذا وذاك، عارف كده، تفرق دم هذه المباراة ما بين الاتحادات. خلونا ناخد بقى على التليفون الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف، أهلا بيك. يوسف ازاي حضرتك؟ برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. يا مرحب يا مرحب. ايه بقى اللي بيحصل؟ انا حكيت الحدوته باختصار، اتمنى ما يكونش اختصار مخل، وافتنا انت في ذلك. لا والله، ده انا داخل اقول لحضرتك كده انا نفسي استفدت من اللي حضرتك قلته، وما عادش حاجه ازيدها على الموضوع. لا ازاي يا راجل، وهل يفتى احمد عبد الباسط في المدينه؟ لا، هو الموضوع زي ما حضرتك قلت. ها، في تخبط واضح، في ادانه واضحه لاتحاد الكره المصري. كان لابد من اولا يا استاذ يوسف النادي الاهلي، وزي ما حضرتك ذكرت علشان ما عادش الكلام على الساده المشاهدين، كابتن محمود الخطيب حب يوضح كل الملابسات الخاصه بالامور وبالموضوع، ولكن في النهايه انا كاتحاد عايز احافظ على حقوق انديتي، كان من الضروري ولزاما ان انا اخاطب الانديه، وان ما خاطبتش الانديه ما خاطب الكاف، اقول له انا عايز انظم البطوله لسببين. السبب الاول، والله صعد فريق مصري يبقى انا حافظت على حقوق الانديه. طيب ما صعدش فريق مصري واحنا خدنا تنظيم، فاحنا في اخر 3-4 سنين بنقول للقاره كلها احنا اللي شايلينكم في التنظيمات والبطولات، وده بالنسبه لنا كان شيء مهم لان احنا مقر الاتحاد الافريقي في مصر، فبالتالي ده بيعظم دور الدوله المصريه وبيعظم دور اتحاد الكره المصري وبيعظم اسمنا الكبير، فكان لازم نعمل ده. دي نمره واحد. طيب احنا وصلنا دلوقتي لحاره سد بين اتحاد الكوره والنادي الاهلي. النهارده الكابتن محمود الخطيب فك بعض الالغاز وقال انه لما سال الاستاذ جمال علام قال له ده انا بعت، لما رجع الكابتن خطيب للمهندس هاني ابو ريده قال له محدش بعت حاجه. احنا كنا نلوم على المهندس هاني ابو ريده، وده من خلال حضرتك، في حاله وحيده هي لما نكون احنا داخلين في منافسه بقى مع المغرب مع السنغال في سبق من هذه السباقات مثلا، وانه الموضوع ما يرساش علينا في النهايه، فنقدر نقول هاني ابو ريده مقصر. لكن احنا على الترابيزه على المفاوضات مفيش حاجه موجوده، مفيش ورقه. الخطاب اتبعت لوزاره الشباب والرياضه، عايزين منكم ضمانه حكوميه لكل البطولات ما عدا دوري الابطال اللي هو اصلا الطبيعي، يا اهلي يا زمالك دايما بنلاقيهم في المباريات النهائيه. فانا توقعي الشخصي هذا الامر مع مشاكل المنتخب المصري ستؤثر على اتحاد الكره ومجلس الاداره الحالي، وقد يصل الامر الا تقديم الاستقاله خلال ايام. يعني انا من خلال معلوماتي في بعض الاعضاء وعلى راسهم الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام، الناس مش راضيه على هذا الامر ولا الموضوع اللي بيحصل، وقالوا احنا عايزين نمشي، قالوا قدموا استقالات، قالوا احنا عايزين نمشي، مش هينفع نكمل في الجو الحالي. ولكن من كواليس اجتماع النهارده في اتحاد الكوره مفاجاه، يعني من العيار الثقيل، انه اتحاد الكوره النهارده كان عايز يعمل محضر مجلس اداره بتوقيع وبتاريخ قديم ان احنا خاطبنا وزاره الشباب والرياضه وان احنا كنا عايزين نستضيف، ولكن الجواب جه متاخر. لا ثانيه واحده عند الحته دي، اتحاد الكوره كان عاوز يعمل محضر بتاريخ قديم وتوقيع قديم، يقول يعني ان احنا خاطبنا الكاف، عايز تحطها بين قوسين كده ونعمل انه كان ممكن يتم تزوير محضر مجلس اداره النهارده. طيب سؤال بقى، لا انا مش انا اللي هقول صح، انت صاحب الخبر وصادر عنه. انا بقول لحضرتك الجمله اللي حضرتك شايفها الاصح، هي دي بالظبط. انا مش شايف لسه حاجه اصح برضو، انا بسالك انت متاكد من المعلومه؟ معلومه على مسؤوليتي الشخصيه. لا استطيع ان اطلب من صحفي الكشف عن مصدره، لكن هاكد تاني،
متأكد من المعلومة؟ متأكد من هذه المعلومة. طيب. نمرة واحد. واستكمالا ما حدث أيضا في اجتماع اتحاد الكرة النهاردة، تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بوجود سير ذاتية لتعيين مدير فني أجنبي خلفا للكابتن إيهاب جلال، وهو ما يعني إقالة الكابتن إيهاب جلال يوم الأربعاء أو الخميس القادم. طيب هسأل مرة كمان، أصل اللي حضرتك بتقوله ده انه عايزين يتعمل، او كما ورد في كلامك انه الاتحاد كان عايز يعمل محضر قديم بتاريخ قديم وتوقيعات قديمه، تقول احنا خاطبنا الكاف باننا عندنا استعداد لاقامه المباراه في القاهره. بالظبط. ده مصيبه اللي بتقوله، ده مصيبه. وبكره لو حضرتك هوا هتلاقي الكلام كله ده 12 يعني، وادخل مع حضرتك تاني واكد ده على يعني عارف، يا نهار ابيض. كابتن مدحت طبعا، كابتن مدحت شلبي طبعا، ده هتبقى مشكله كبيره. انه اللي بتقوله ده معناها ان احنا، ده الكلام بيقول كده، معناها ان يحصل تلاعب في محاضر رسميه بتاعت الاتحاد. بالظبط بالظبط، وده على مسؤوليتي الشخصيه، وانا بقول لحضرتك ده بيعجل بعمر هذا المجلس في كراسيه على داخل اتحاد الكوره. طيب ده ما حصلش صح كده لحد دلوقتي، او يعني تم الغاء هذا المقترح او هذه الفكره؟ ما عملوهاش. بعض الاعضاء رفضوا. مين اللي رفض؟ بعض الاعضاء رفضوا والبعض مضى، عشان في ناس منهم وقعت، فاحنا مش عايزين يعني ايه ندخل. لا سيبني من اللي وقع، لكن مين اللي رفض بقى؟ في الكابتن حازم امام رفض، الكابتن محمد بركات رفض ان هم يوقعوا على هذا الامر. ماشي كمل يا باشا. تمام. والكابتن محمد بركات خدوا رايه تليفونيا، لان هو كان موجود مع المنتخب في المعسكر. اوكي تمام. طيب. اوكي كمل. بس فهي الامور بين النادي الاهلي واتحاد الكره واصله يعني لحيطه سد. انا شايف انه مجلس الاداره في تخبط واضح، بقول لك انه على الاربعاء والخميس هيبقى في مدير فني لمنتخب مصر. دي كلها ضمن الحاجات اللي موجوده على مائده المفاوضات داخل اتحاد الكره، ده ان كمل يوم الاربعاء والخميس. ده اذا كمل الاتحاد ولا اذا كمل ايهاب جلال؟ في كل الاحوال ايهاب جلال ماشي في كل الاحوال، ايهاب جلال ماشي خلاص، دي ما موضوع منهي. ولكن هو يوم الاربعاء والخميس هيعلنوا، علشان خاطر الراجل عنده ماتش كوري يعني، ما ينفعش يقف على الخط ويدرب. فبالنسبه لنا ايهاب جلال خلاص يعني. انا بقول لحضرتك هم خدوا توصيه النهارده انه كابتن حازم والكابتن بركات يشوفوا مدير فني اجنبي، فمعنى ان هو يشوفوا مدير فني اجنبي تم اقاله الكابتن ايهاب جلال. طيب هل بتعتقد انه هيتم حل الاتحاد بناء على اللي حضرتك قلته، انه في الامور امور ومحاضر كانت هتتعمل بتواريخ قديمه، يعني ده امر هيستوجب تحقيق وقد يذهب الموضوع الى يعني تصعيد اعلى من ذلك بكتير؟ بالظبط. لا من ناحيه التصعيد هيوصل، هو حل مش هيبقى حل، هو هيبقى استقالات يعني. مجلس الاداره من نفسكم كده قدموا استقالات، لان انتوا اخذلتوا الشارع المصري، اخذلتوا الراي العام، فبالنسبه لنا هذا الموضوع غير مرضي، فعليكم ان انتوا ناس جيتوا عشان تعملوا. اصل معنى ان حد يجيب مدير فني مصري من 20 30 يوم وقناعاته الشخصيه انه يبقى مدير فني مصري في الوقت اللي الناس بتقول لا نجيب اجنبي، وتيجي انت نفس الشخص تشيله بعد 20 30 يوم، هذا لا يدل على فشل المدير الفني ولكن يدل على فشل قرارك واختيارك. فبالتالي خلاص انت لا تدير بالشكل الامثل وبالشكل الصح. وبعدين مش هنقعد بقى بنفس الدوامه ونعمل خريطه وندير ونعمل، يا جماعه ديروا صح، احنا بس هدفنا ديروا صح، لانه خطه وخريطه الناس دي مش بتاعت لا خطه ولا خريطه. طيب السؤال الثاني بقى دلوقتي، اكيد قريت البيان بتاع المهندس هاني بوريده. تمام. ايه رايك في هذا البيان؟ يعني خلاصه السؤال اللي انا هساله لك، هل بتعتقد انه كما اشار المهندس هاني بوريده انه دائما على استعداد تام لمسانده الاتحاد المصري والانديه المصريه والمنتخب الوطني، وانه طالما ساند وساعد، ولا شايف انه ليك راي اخر في هذا البيان؟ لا من خلال معلوماتي انا عارف كويس جدا انه المهندس هاني بوريده اي شيء بيطلب منه، سواء بقى مساعدة في نقل مباريات، وده كان حصل كتير في مباريات المنتخبات، سواء في مباريات للأندية، سواء في عقوبات على الأندية، سواء في عقوبات على المنتخب، آخرها كيروش لما توقف مباراتين في بطولة الأمم الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية، تواصل معاه الكابتن وائل جمعة علشان يخليهم مباراة واحدة، وحصل بالفعل. ومجلس الإدارة بتاع اتحاد الكرة يعني زعل من الكابتن وائل جمعة، إزاي أنت تتواصل مع المهندس هاني بوريدة لأن في بينهم خلاف وعدم وفاء. فانا اعتقد ان هذا الخلاف اضر بمصالح الكره المصريه، وده طبيعي يعني انه يبقى عندنا حد نستغله، ولكن لا، هي الامور طالما احنا اللي موجودين فما يبقاش هو موجود في الصوره،
لكن هو بعيد تماما سواء موجود في الصوره او براها، لا انا عارف انه بيخدم كويس لصالح الكره المصريه حسب ما يطلب منه يعني. طيب اخيرا بقى، بما انك قلت انك عندك يقين ومعلومه ثابته انه هيتم اقاله ايهاب جلال، مين المرشحين؟ المرشحين في كتير بالنسبه لايهاب جلال، ما اقدرش اقول لك دلوقتي لان هم معاهم سير ذاتيه، ابرزهم خليل لوزيتش المدير الفني السابق للنادي، وفي المدرب السابق ل كوتوفوار هيرفي رينار، بس هيرفي يعني شويه ممكن السعوديه هتبقى الدنيا غاليه شويه، لكن ممكن خلوزيتش هو الاقرب، وخصوصا ان علاقته جيده جدا بالكابتن حازم امام. وارد جدا نلاقي اسم من امريكا اللاتينيه، وارد نلاقي المفاجاه الاكبر انه يتم التواصل مع كيروش ويرجع، بس كيروش مش هيرجع في وجود هذا المجلس الحالي، او بعض العناصر هو رفض وجودها في المجلس الحالي. طب وبتعتقد انه اعاده التفاوض مع كيروش ان كانت وارده اصلا دي يعني فكره جيده ولا فكره غير جيده؟ بغض النظر عن فكره جيده او فكره غير جيده، انا عند مبدا انه لازم يبقى مدير فني اجنبي اللعيبه تحترمه، اللعيبه تتمنى ان هي تنال رضاه، عكس المدير الفني المصري كابتن ايهاب جلال نص اللعيبه مصابين ونص اللعيبه ما زافروش ونص، لو مدير فني اجنبي صدقني المصاب بيبقى سليم، ده ما بيحصلش. انا بقول لك على مسؤوليتي ايضا، لعيبه في الماتش اللي فات بتاع اثيوبيا قبل المباراه بيوم قالوا للكابتن ايهاب جلال احنا عرفنا ان احنا بره التشكيل، لما احنا بره التشكيل جايبنا من مصر ليه؟ لا يجرؤ احد ان هو كان يعمل هذا الكلام مع كروش، لا اختلف على اسم معين اجنبي يبقى موجود، لان اللي هيجي هياخد وقت ويشتغل، كروش كان فهم وحفظ الكره المصريه واحنا محتاجين ايه، كان على الاقل خلى الشكل كويس. البعض قال ان كيروش لا يعني هايل وعظيم ورائع وكله، ده مش كلامي، انا بقول لك اللي انا قريته من يعني مقالات النقاد التحليليين يعني بشكل عام، انه بس مدرسته لا تتفق مع طبيعه اللعب المصريه وبالتالي لم يوفق معانا. لا بالعكس، يعني هو لو همشي مع البعض بيقول ده، هو ممكن دفاعيا شويه ولكن هي متطلبات المرحله محتاجه دفاعيا. معلش يا استاذ يوسف، انا مش هاجي اقول عمر جابر انا عايزك تعمل لي معرفش ايه وتروح ترفع لي الكوره كذا، وهي امكانيات عمر انه ما يعديش نص الملعب. انا بضرب امثله عموما، نفس الحكايه، مش هطلب من ايمن اشرف انه يعمل لي كذا وهي امكانياته غير امكانيات احمد ابو الفتوح، بتختلف من لاعب للاعب. مين اللي يفهم الكره المصريه ويوظفها للشكل الامثل؟ لا ده اللي احنا محتاجينه. كوبر صمم على خطته وعلى طريقته، وكانت الناس كلها بتنتقد باسل صلاح، ولكن في النهايه هو نجح بيها. كروش لما جه نجح في كل اللي هو يعني الحاجات اللي احنا عايزينها، ولكن خلاص ما تمش التاهل لكاس العالم. طيب ما فيش ولا مدير فن يعني، انا متذكر زمان احنا حققنا انجازات عظيمه جدا مع كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، مع كابتن حسن شحاته ربنا يا رب يديله الصحه، فاذا احنا عندنا تجارب ايضا مع مديرين فنيين مصريين وكانت تجارب فعلا حلوه وفعلا قويه. طيب انا ده ينفع يتعمل لما يكون عندي الخامه والقماشه. انا من اكثر الناس اللي شايف انه اي حد هيجي احنا ما عندناش اللعيبه اللي هتساعده على ده. صلاح استثناء، ونجاح صلاح ده استثناء. بطوله 2006 و2008 و2010 دي بطوله استثنائيه. اي انا شايف انه الجيل ده ما يتعوضش، الجيل ده كان كل لعيب فيهم داخل الملعب فهو قائد، لكن ان احنا نعيد الذكريات او نعيش عليها صعب ان ده يتكرر. واعتقد ان هذا النجاح ما كانش نجاح متخطط ليه، ده هو نجاح بالصدفه. قبل 2006 كان ممكن الكابتن حسن شحاته يمشي اصلا، كان في اتجاه داخل اتحاد الكره دي يمشي. 98 كابتن محمود الجوهري لعيبه هربت من المنتخب على راسهم الكابتن علي ماهر والكابتن هادي خشبه، قالوا مش هنروح عشان هنخسر ونرجع. راح وكسب البطوله، يعني انا بقول لحضرتك دي معلوماته من الكواليس. فاذا القماشه الحاليه تحتاج للي يفهم يوظفها ازاي، مش تحتاج ان واحد يجي يلعب كره هجوميه. ما عندناش الكره الهجوميه مش هنعرف نعمل ده، عشان ما نضحكش على بعض، لان اللعيبه ما تساعدش على ده. انت في المكالمه دي يا احمد ضربت كذا صاروخ في الهواء، خد بالك في ناس مش هتسيبك. هنرجع ناكد عليهم كل ما حاجه تحصل. خلاص احنا متفقين. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا. اشكرك جدا 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 زميلنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف. هستاذنكم نروح لفاصل ونقعد نفكر في الكلام اللي قاله احمد عبد الباسط، الكلام اللي قاله ده يعني ده فيه مصيبه كبيره. فاصل ونكمل الكلام. اولا احنا بنشكر طبعا المدينه الشبابيه للاسمرات، وده من الخدمه المجتمعيه للمدينه ان هي بتستقبل النهارده وبتنظم منصه التوظيف، منصه مصر للتوظيف مع وزاره الشباب والرياضه. عندنا اكثر من 31 شركه موجوده النهارده، متوسطات يعني للتوظيف اعداد كتيره.
بالرغم ان النهارده يوم يعني بدايه يوم حر كبير، لكن في شباب كتير، ويعني لما سالت كده كان من محافظات مختلفه. ان شاء الله مستمرين مع المنصه باستمرار. المستهدف دايما ودايما القياده السياسيه لما بتواجه ان احنا يعني موضوع التوظيف والنسب البطاله الحمد لله يعني كنترول بالرغم التحديات الكتيره. احنا الشركه بتاعتنا شركه توظيف بتستهدف كل الشباب من اول الجامعه لحد فوق ال 35 سنه. بنقدم لهم كذا وظايف مجال خدمه العملاء، اكونتات بتبقى عربي وانجليش، بيبقى على حسب بقى الاكونت اللي معانا نفسه، على حسب الخبره اللي عنده كده. بنحاول ان احنا نوفر فرصه عمل في يعني في كل المجالات لكل امكانيات. احنا النهارده حضرتك جايين عشان نوفر فرصه عمل للشباب، فاتحينها لاي شباب تحب تشتغل احنا جايين عشانهم، والتعيين عندي في نفس اليوم، يعني ما فيش عندي ايام مؤجله. يعني حضرتك لو قدم دلوقتي وجايب ورقه معاه بضطر املى له الابلكيشن بتاعه ويتوقع العادي بتاعه وينزل العمل عندي في نفس اليوم. سمعت عن الملتقى على السوشيال ميديا منتشر يعني بطريقه كبيره، لان في كذا مجال هنا او اغلبيه اللي جايين ما عندهمش خلفيه الشركات دي عايزه ايه، او اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا مش زي اللي الناس جملقوه. نزل اعلان عن طريق النت فجيت بقدم، ما انا كمان هنا من مقطم، فجيت ان انا اقدم في الانترفيو ده. فبيتيح للي جاي عشان يعمل انترفيو قدامه عرض شركات كتير من والى. شايفه ان في فرص كتير جدا، لان في شركات كتير يعني مشاركه في الملتقى ده، فان شاء الله بالتوفيق للجميع. المفيد ان في فرايتي قدامك، لو في حاجه مثلا انت عندك في خبرة في مجال معين فهتلاقيها. والله أول موضوع أنا عارفها عن طريق السوشيال ميديا، ولقيت فيه اهتمام إن بدل ما أقدر أدور كتير أو كده، فكل الشركات بتتجمع في مكان واحد. طبعا الموضوع فيه مجهود ويعني من الدولة طبعا، وبشكر سيادة الرئيس وبشكر الوزير طبعا على جهوده لينا يعني. مصر دايما منورة بأهلها وبأشقائها، حقيقي بتكلم بجد. وزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني النهاردة لمصر زيارة شديدة الأهمية، شديدة الأهمية لأبعد الحدود. ويمكن زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنتكلم على روابط تاريخية بعيدة جدا، روابط سياسية واقتصادية وأمنية أيضا بعيدة جدا. وأظن الكل مفترض أنه فاهم أهمية اليمن بالنسبة للمنطقة العربية بشكل عام، وأهمية اليمن بالنسبة للشرق الإفريقي بشكل خاص، وبالنسبة لمصر بشكل شديد الخصوصية. احنا بنتكلم على خليج عدن ومضيق باب المندب، أي بوابة البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، خليج السويس وقناة السويس، ثم البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. فاحنا هنا بنتكلم على مكان شديد الحيوية أو وضعه الجيوسياسي شديد الأهمية بالنسبة لنا دايما، وده يمكن يكون جزء من الروابط اللي بتربطنا مع أهالينا في اليمن. ويمكن هنحاول نفهم أكتر على أهمية هذه الزيارة، وإحنا هنا بنتكلم على زيارة مهمة جدا عقب تولي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لمنصبه الجديد، فيأتي إلى القاهرة للاجتماع برئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أخذ معايا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيادة السفير. يعني كنا بنتكلم على الأهمية القصوى لليمن بالنسبة لمصر، وأيضا أهمية زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني عقب توليه لهذا المنصب. يعني دي أول زيارة للدكتور رشاد العليمي للقاهرة، واللقاء الذي تم صباح اليوم بين السيد الرئيس وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
لقاء هاما ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية المصرية اليمنية، وإنما على صعيد العلاقات المصرية الخليجية أيضا، حيث أن مصر تقف داعمة لموقف المملكة العربية السعودية في المطالبة بإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن. ومنذ نشوب الأزمة اليمنية في مارس 2015 وحتى اليوم، ومصر تساند الجهود السعودية والجهود الخليجية والأممية الرامية إلى وضع حد لهذه الأزمة. من ناحية أخرى، على الصعيد الثنائي وبعيدا عن ما أشار إليه الدكتور رشاد العليمي في لقاء مع سعادة الرئيس من شكر توجيه الشكر لمصر لاستضافتها مليون يمني مواطن يمني جاءوا إلى القاهرة خلال السنوات السبعة الماضية، هناك في أبعاد تتعلق بالأمن القومي المصري بالنسبة لليمن. فبداية اليمن هي المدخل الجنوبي، هي تطل على باب المندب، وعدن هي بداية الولوج إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى قناة السويس. وبالتالي أمن واستقرار اليمن في غاية الأهمية من وجهة نظر مصر. من ناحية أخرى، إنه اليمن يعني أحد الأسباب التي تفسر الموقف المصري من الأزمة اليمنية هو إنه مصر كانت دائما حريصة وتعمل مع الدول الخليجية على ألا تقع اليمن تحت تأثير أي قوة إقليمية لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو تتسم بالمواد. الأمر الثالث هو إنه مصر وقفت إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية الأمن القومي السعودي من الهجمات التي كانت تتعرض إليها الأراضي السعودية صحيح. وما زالت من اليمن. طبعا زيارة الدكتور العليمي لمصر تأتي بعد صمود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وساندتها جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر وسائر الدول الخليجية، وتم تمديد هذه الهدنة لفترة أخرى. ويأمل الجميع ومن بينهم مصر بدون شك أن تتحول هذه الهدنة إلى يعني إلى وضع شيء دائم وتضع الحرب في اليمن أوزارها. هنا طبعا هيبقى في مرحلة جديدة عندما تنتهي الحرب في اليمن، هتبقى في مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر واليمن طبعا. حيث أنه الوفد اليمني اليوم أعرب عن تطلعه إلى أنه يعني الحصول على الخبرات المصرية والاستفادة من الشركات التشييد والبناء المصرية في إعادة التعمير في اليمن، وهي عملية يعني حتكون عملية صعبة نتيجة للأضرار التي عانى منها اليمن من جراء هذه الحرب. طيب لكن أنا اتفضل يا فندم. لا كمل يا فندم. يعني أعتقد إنه الدور المصري في التعامل مع الأزمة اليمنية لم ينبع فقط من الروابط التاريخية بيننا وبين اليمن، وهي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي، وإنما أيضا إنه الإدراك المصري إنه البحر الأحمر ينبغي أن يكون دوما بحيرة عربية يتمتع بالأمن، وبالتالي إنه أي مشاكل أو أي أزمات ذات طبيعة أمنية حوالين البحر الأحمر تؤثر على الأمن القومي المصري بصورة مباشرة.
كما تعلم حضرتك انه يعني البحر الاحمر اصبح يعني كان دائما طبعا البحر الاحمر له اهميه استراتيجيه لمصر، لكن ازدادت اهميته اخيرا لاسباب اقتصاديه، انه بعد تعيين المناطق البحريه او المنطقه الاقتصاديه الخالصه بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه بدات الشركات او بدات شركات البترول ان هي حضرتك تنقب عن البترول في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بمصر بعد تعيين حدودنا البحريه مع المملكه العربيه السعوديه. وبالتالي مصر لها ليس فقط حريصه على الامن البحر الاحمر بسبب وجود قناه السويس، لكنها في نفس الوقت هناك اسباب اخرى اقتصاديه لا تقل اهميه عن قناه السويس، الا وهي البحث عن النفط في قاع البحر الاحمر في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بمصر. واحب اشير هنا ايضا يعني انا بنتحدث عن اليمن والاهميه اللي مصر بتوليها لامن باب المندب. اعتقد انه كما تتذكر حضرتك انه السيد رئيس الوزراء قام نيابة عن السيد الرئيس بزيارة الصومال منذ عدة أيام مضت للاشتراك في حفل الاحتفال بتولي الرئيس الصومالي الجديد الشيخ أحمد مهام منصبه. وجود حرص مصر أن توفد رئيس الوزراء للحضور مثل هذا الاحتفال في الصومال يدل على تكامل الرؤية المصرية بالنسبة لتأمين المداخل الجنوبية لقناة السويس سواء في اليمن أو في القرن الأفريقي حيث تقع الصومال. عظيم جدا. طب هنا سيد سفير يعني هرجع تاني على اليمن، وكويس قوي ان حضرتك ذكرت مساله الصومال، ويمكن كان سابق عليها ايضا زيارات من جيبوتي وما الى ذلك. فمصر بتولي اهتمام حقيقي لمدخل البحر الاحمر، لكن هذا المجلس تحديدا مجلس القياده الرئاسي وفيه الاعضاء المختلفين من نواب رئيس المجلس، ايضا في عندنا هيئه التشاور المصالحه، وعندنا فريق قانوني، وعندنا فريق اقتصادي. هذا المجلس ما بين قوسين هو مجلس لفترة انتقالية يعمل على إيجاد حل سياسي نهائي للأزمة اليمنية. هنا أنا بسأل سيد سفير حسين هريدي، كيف يرى مستقبل هذا المجلس؟ هل سوف يستطيع هذا المجلس بالفعل إيجاد حلول حقيقية للتصالح ما بين كافة الأطراف اليمنية؟ هل تعتقد أن هذه الفترة الانتقالية قد تمتد لأكثر من عام؟ المجلس تم تشكيله في إبريل يعني عقب استقالة السيد عبد رب منصور هادي، فهل تعتقد أنه هيستمر لمدة عام أو أكثر؟ الوضع في اليمن حضرتك وضع يرتبط ارتباطا مباشرا بأوضاع إقليمية معينة، وبعد القوى الإقليمية اتخذت من اليمن ميدان صراع مع دول عربية وميدان صراع لتثبت أنها قادرة على الفعل وعلى العمل ضد مصالح الدول الخليجية وضد مصالح دول عربية أخرى، وذلك في إطار صراحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الرد على سؤال حضرتك يرتبط يعني في تقديري المتواضع يرتبط ارتباطا مباشرا بتطورات الاتفاق النووي الإيراني، وهل سيتم التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق عام 2015. ده أول شيء. تاني شيء حضرتك المجلس القيادة الرئاسي اليمني حضرتك أشرت إلى مرحلة انتقالية، هو منوط به تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية. مظبوط.
يقود اليمن على هذا الطريق. بمعنى آخر إنه لن يطرح مبادرات جديدة، المبادرات موجودة، المبادرات موجودة، عناصر الحل موجودة. المهم إن هو يستطيع، ونتمنى إن هو ينجح، إن هو يقوم بتعبئة كافة القوى السياسية اليمنية، بما في ذلك العنصر الحوثي، انطلاقا من أن كلهم ينتمون إلى اليمن. إذا نجح مجلس القيادة الرئاسي في حشد وفي بلورة مثل هذه الرؤية اليمنية الجامعة، أعتقد أنه نستطيع أن نتنبأ بأن الحرب في اليمن ستنتهي خلال عام. طبعا من حسن الطالع أن الهدنة التي تفاوض مندوب الأمم المتحدة، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة في اليمن، وصمدت ثم تم الاتفاق على تنزيلها، دلت على شيء، تدل على أنه هناك إدراك من جانب بعض القوى الإقليمية أن الاستمرار في الحرب في اليمن، أن الاستمرار في مناكفة المملكة العربية السعودية لم يعد من ورائها قائل. وأنه طبعا كل هذا تزامن يا فندم كما تعلم حضرتك، تزامن مع يعني مفاوضات أو أربع جولات من المباحثات بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. ده دل على شيء يدل أنه القيادة الإيرانية بدأت تدرك أنه يعني فتحت على نفسها جبهات عدة، ولا تستطيع أن تحقق أي انتصار في أي جبهة نتيجة لتكاتف الدول العربية. وهنا يحضرني أن الموقف المصري الذي دائما أعربت عنه القيادة السياسية المصرية في الوقوف إلى جانب الخليج العربي في التعامل مع أي هجوم أو أي عدوان، أي شيء من شأنه تهديد أمن الخليج، فإنه مصر لن تسمح بذلك بأي حال من الأحوال. إيران بدأت تعيد حساباتها، المملكة العربية السعودية أبدت انفتاحا طيبا على النوايا الإيرانية، لكن طبعا الوضع حضرتك يتسم بسيولة، الوضع في الإقليم، وهنا الإقليم منطقة الخليج، شبه الجزيرة العربية، البحر الأحمر والمشرق العربي، يتسم بسيولة. لكن دعنا نأمل يا يوسف أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه قبل مارس 2015 في اليمن، ونبدأ في عملية إعادة البناء. كما تعلم حضرتك حرب اليمن أدت إلى أكبر كارثة إنسانية صحيح. بعد الحرب العالمية الثانية. صحيح. الأوضاع الإنسانية، يعني الأوضاع الإنسانية في اليمن يعني أوضاع حرجة للغاية، وسوف تحتاج وتتطلب ليس فقط تكاتف الأمة العربية للوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، وإنما المجتمع الدولي بأسره، وطبعا الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، ومصر بتؤيد كافة الجهود الأممية والعربية والخليجية التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف. أنا بشكرك جدا سيادة سفير، كل الشكر لحضرتك سيادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني أنا الحقيقة من وقت ما تم تشكيل المجلس فطبعا الحاجات دي بالنسبة لي تبقى شيقة جدا يعني، فعدت بقى قريت التشكيل بتاع المجلس، وقريت التشكيل بتاع هيئة التشاور والتصالح، وهيئة الهيئة الاقتصادية أو المجموعة الاقتصادية والمجموعة القانونية وما إلى ذلك. وبعدين حظي الجيد أن أنا لقيت أن أنا أعرف مجموعة منهم بشكل شخصي كمان، وأثق جدا في قدرتهم على خلق مصالحة حقيقية والجلوس على موائد مفاوضات كما ينبغي لنا جميعا أن نجلس. وبعدين بصراحة أنا قاعد عمال بفكر أنه اتفاق النووي الأمريكي الإيراني ده
ما أصبحش هو دلوقتي الأولوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عندها أزمة كبرى اللي هي الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي ده من الممكن أن يترك لإيران مساحة أوسع في التحرك. ولكن ده مجرد حاجة خاطرة كده جاية في بالي وأنا بسمع كلام سيادة السفير، إنه ولكن هل ده سؤال يعني الروس حتى في ظل هذه الحرب، والروس عندهم علاقات لا بأس بها على الإطلاق مع إيران، هل الروس يقدروا يتكلموا مع الإيرانيين فيما يخص هذا الأمر تحديدا الملف اليمني ولا إيه؟ سؤال يعني ما أقدرش حتى أقول لك إنها يعني يجب على الروس، مفيش حاجة اسمها يجب، يعني السياسة ما فيهاش يجب بالمناسبة، يعني السياسة دايما هي أطروحات أنت تطرح وبعدين نتناقش ونشوف جدوى هذه الأطروحات وحلولها وجدوى تطبيقها، وهل هي أصلا قبل للتطبيق من عدمها إلى آخره. بس هل الروس يقدروا يلعبوا دور في الحديث مع الإيرانيين ولا لأ؟ ده سؤال. أنا لو من الإيرانيين أفكر في أنه هناك فرصة ذهبية للمصالحة مع العرب، فرصة ذهب، يعني أنا لو منهم أفكر بمنتهى الجدية في خلق مصالحة حقيقية حقيقية، مش مصالحات ترابيزة وخلاص، مصالحة حقيقية. المستقبل في الحتة دي، في المنطقة دي، من المحيط الأطلنطي وحتى الخليج العربي. أنا لو من الإيرانيين أدخل جوه القطر ده، أركب القطر ما سيبوش ده بجد. لو عاوزين يلعبوا سياسة حلو شغل فراودة، اركب القطر ما تسيبوش، لانه القطار العربي منطلق. لسه كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات، انت عندك محور العراق الاردن مصر، ومحور الامارات السعودية مصر، ده مش محور هزار، انت بتتكلم هنا على مثلث شديد القوة، من العراق مرورا بسوريا وصولا الى الاردن، يعني معانا لبنان لحد مصر، وبتاخد تاني مصر هنا راس مثلث الى السعوديه ثم الامارات. احنا هنا بنتكلم على محور شديد القوه، كمان حط فوق ده علاقه متميزه ما بين مصر تونس، مصر الجزائر، مصر ليبيا. اركب القطر بس. خلاصة القول، خلونا ننتقل إلى خبر تاني، وهو خبر بالنسبة لي رائع باعتباري كنت في الدقهلية وشفت شوية حاجات يعني، فعجبني جدا 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 إنه في ظل كل ما يحدث الحكومة الحقيقة ما هيش ساكتة. يعني ما يحدث إلا هو إيه؟ الحكومة أكيد شغلها الشاغل دلوقتي هو الملف الاقتصادي، وشغلها الشاغل بدرجة موازية هو السيطرة على الأسعار قدر الإمكان، وشغلها بدرجة تزيد عليهم توازيا هي إنه تستطيع دائما توفير كافة السلع والخدمات للمواطن قدر الإمكان بسعر معقول. حلو؟ ده لم يمنع الحكومة أبدا في أنها تفضل مستمرة في مبادرة حياة كريمة، وده شيء بالنسبة لي كلام من ألماز مش من ذهب، لأن أنا من أكتر الناس اللي دائما ما كنت أدعو عندما أسمع بعض الأصدقاء أو الرفاق أو الزملاء أو الأساتذة الكبار يقول لك يا جماعة إحنا ممكن نوقف دلوقتي بس المشروعات الكبيرة علشان خاطر بس نوفر فلوس. لا 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 خالص، أنا ضد ده تماما، أنا ضد إن إحنا نكمل، أنا مع إن إحنا نكمل زي ما إحنا بل وبوتيرة أكبر وأقوى بل وأسرع. إحنا بنتكلم على ناس فاتحة بيوت، وبنتكلم على ناس شافت الأمل، شافت إنه حياتهم هتتغير، هي دي حياة كريمة. فتجد النهاردة رئيس الوزراء مشكورا بيتفقد قرى في أو تابعة أو مندرجة تحت لواء راية مبادرة عظيمة اللي هي حياة كريمة. فين بقى؟ في الدقهلية زي ما كنا بنتكلم. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. أهلا 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 يا دكتور. يا دكتور أيمن السيد المحافظ دكتور أيمن، غالبا الخط قطع. عموما هنعاود الاتصال مرة تانية بدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأنا يمكن كنت من أسبوعين بوشوشه على الهوى يعني إنه في شوية حاجات كده كنت حابب إن هو يلقي نظرة عليها إن لم يكن قد ألقى عليها المزيد من النظر والفحص والدرس.
هنعاود الاتصال مره تانية بدكتور ايمن محافظ الدقهليه دكتور ايمن مختار، بس خليني هرجعك تاني على انه قد ايه الحكومه زي ما حضراتكم شايفين رئيس الوزراء نازل بيتابع بيشوف ايه اخبار القرى اللي موجوده في اطار مبادره حياه كريمه، ويا ترى احنا وصلنا فيها الى نسب تنفيذ قد ايه، موجود معاه مجموعه من قيادات الهيئه الهندسيه وافرع مختلفه من اللي بتشتغل على هذه المبادره. يا ساده يا كرام، انا متفهم انه ناس كتير تيجي تقول ايه مثلا يعني ما تيجوا نقلل شويه في وتيره الانفاق على المبادرات زي حياه كريمه او مشروعات قوميه عملاقه. انا ليه بقول لك مش ده الخيار السليم؟ لانه اولا احنا بنتكلم على فرص عمل بالملايين، لو احنا وقفنا شويه يبقى احنا قفلنا بيوت، ده واحد، وبالتالي اضريت بحاجه اسمها دوره راس المال، ما هو الناس دي بتشتغل على دراعها. فانا النهارده لما اجي اقول له انا وقفت مثلا اسبوع ولا اتنين ولا ثلاثه ولا شهر، او بدل ما هشتغل مثلا على 500 قريه فهشتغل على 200، ده معناه ان انا قعدته في البيت يعني لا اكل ولا شرب، مفيش فلوس. طب دكتور ايمن مختار معانا على التليفون، اهلا بيك يا دكتور ايمن. اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله كله زي الفل. كله تمام، اخبار الدقهليه ايه؟ والله يا فندم زي الفل. النهارده طبعا كان تشريف دوله رئيس مجلس الوزراء لينا، يعني زياره عزيزه وجميله، ومعاه السيد وزير التنميه المحليه، ويعني لفيف من القيادات، وكان طبعا القوات المسلحه الهيئه الهندسيه يعني على قدم وساق، شغل يعني اكثر من رائع والله، يعني لا ازكي هذا الشغل على حد يعني، ولكن ده ضافر كل جهود الجهات يعني في المبادره الجميله الرائعه مبادره حياه كريمه، يعني اللي سياده الرئيس اطلقها، ويمكن انا كنت يعني في احدى المداخلات مع احد الساده المذيعين يعني زمايل حضرتك بقول لهم دي اختراع مش مبادره، يعني والله العظيم اختراع، انك تيجي فجاه ل 60% من شعب دوله ما يعني، و 60% دول تقريبا حوالي 60 مليون، ما هو ممكن ال 60% يطلعوا مثلا 6 مليون 5 مليون، لا انت بتتكلم في 60% 60 مليون مواطن تعمل لهم كل الخدمات تقريبا خلال فتره زمنيه، صرف صحي، ميه، كهرباء، تليفونات، غاز، رصف، خدمات صحيه، مدارس، لا يعني شيء لا يصدق بصراحه يعني. احنا يمكن مركز شربين عندنا 500,000 نسمه، يعني الحياه شبه اتغيرت تقريبا، نسب التنفيذ تتخطى ال 85%. ما شاء الله. قريه الحصص اللي دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده كان بيشرفنا، نسب التنفيذ تتخطى ال 95%. مجمع الخدمات الحكومية مربوط بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال كابلات الفايبر والإنترنت فائق السرعة، يعني كل الدولة تقريبا بقت حتة واحدة مع الوزارات المركزية مع القيادة الجديدة في العاصمة الإدارية، لا يعني شيء أكثر من رائع يعني. خدمات صحية، والله كنت بقول دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة الحاجات دي والله ما موجودة جنب بيتنا في القاهرة يعني، والله أنا بقول كده والله، والله العظيم، وفي قريه يعني، مش هقول لك حاجه كمان في مدينه، لا ده في قريه يعني. فحاجه بصراحه يعني القياده السياسيه والقائمين على العمل كله سواء قوات مسلحه والهيئه المجتمعات العمرانيه او كل الاخوه في الجهاز التنفيذي في الدوله يشكروا عليه جدا جدا يعني. طبعا ناهيك بقى عن تعليمات سياده الرئيس ودخول القطاع الخاص في المشروعات، احنا عندنا 83 شركه يعني اكثر من 95% منهم قطاع خاص بالتنسيق مع القوات المسلحه، 874 مهندس و 4400 عامل، تضافر كل المجهودات دي في 237 مشروع بيتم في وقت واحد في فتره زمنيه واحده، يعني دي حاجه يعني جميله جدا. ده المركز التكنولوجي اللي ظاهر في الصوره، 14 شباك، كل بقى الخدمات، الناس كانت اللي يروح الشهر العقاري في حته والبوسطه في حته ومكتب التموين في حته، فاحنا جمعنا كله في مبنى واحد. والمواطن يا فندم ما يطلعش ادوار، يعني هو الدور الارضي في المركز التكنولوجي. المركز التكنولوجي فيه مناديب الجهات اللي بتقدم الخدمات. رائع. طب المناديب دول بقى موظفينهم فين؟ في المكاتب اللي في الدور الثاني والدور الثالث. لكن المواطن ما يطلعش، ملوش دعوه، هو بيخش الدور الارضي ياخد خدماته، مكان انتظار مكيف، ياخد رقم في التيكت، حد في الاستقبال يقول له يعني خدمه المواطن كلها في الدور الارضي. ايوه يا فندم، حلو قوي. في اي حته. حلو جدا، حاجه جميله. حتى مجمع الخدمات الزراعيه، يعني المكان اللي فيه الطب البيطري والحيوانات سواء كان ليهم علاج ليهم تطعيمات، كل حتى معمول حساب ده كمان يعني. الاسعاف بصراحه كمان يعني طفره برضو جميله الامانه، يعني عربيات الاسعاف، احنا اول نقطه اسعاف، احنا عندنا 7 نقط في مركز شربين فيهم 8 عربيات،
اول مركز على مستوى الجمهوريه الحمد لله يتم امداده بالعربيات الجديده. كان مركز شربين في الدقهليه عربيات اكثر من ممتازه فيها كل حاجه، يعني صدامات كهربائيه، حضانه اطفال، مش عارف تنفس صناعي، يعني تقريبا شبه عربيه مثلا عمليات متنقله، يعني حاجه اكثر من رائعه، يعني مش مجرد انها عربيه اسعاف بس يعني. طب ده حاجه كويسه خالص. دكتور ايمن، انا كنت من اسبوعين او 10 ايام كنت رايح المنصوره، وبعدين خدت طريق بنها الحر، المهم يعني الحته بقى بتاعه الرياح التوفيقي اللي الناحيه الثانيه، شرق الرياح وغرب الرياح، يعني من بنها لحد 100 غمر ومن 100 غمر لحد المنصوره. انا خدت بالي من حاجه، حتى قلت انا لازم اتكلم فيها مع دكتور ايمن. يميني وشمالي او يمين الرياح وشماله شرق وغربه، ساعات كتير كنت اشوف مباني خرسانه وطوب احمر بس فاضيه وفي وسط الارض الزراعيه، فقلت طيب يا ترى هل ترى هي الناس دي مصالحه ولا مش مصالحه؟ طب هيزالوا ولا هيفضلوا؟ يعني قلت بس يبقى لازم نتكلم مع دكتور ايمن في الموضوع. بص يا فندم، الطريق اللي الناحيه الثانيه اللي هو شرق الرياح او يعني يمين الفرع النيل، ده بتنسيق مع وزاره النقل مشكورا الفريق كامل، وزير النقل، في شغل مش طبيعي بيتم في المنطقه دي. شفت في تبطين الرياح كله وفي محاور وكباري وما الى ذلك. كل الاماكن اللي بتعدي على بيوت مبنيه بالمخالفه او مبنيه حتى بدون مخالفه في الطريق وتستوجب ان هي تتزال للصالح العام بيتم ازالتها وبيتم تعويض الاهالي. اما لو في بيوت مخالفه في ارض زراعيه، انت احنا حضرتك عندنا منظومه جديده اسمها منظومه المتغيرات المكانيه، ايوه عارف، بالتعاون مع اداره المساحه العسكريه القوات المسلحه، أيوة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء. تقريبا دوله رئيس مجلس الوزراء بيعمل اجتماع كل مجلس محافظين بياكد على المتغيرات المكانيه، أيوة، وفي تقرير بيتبعت لسيادته من خلال وزاره التنميه المحليه كل اسبوع كل يوم خميس بيتبعت فيه المتغيرات اللي تمت موجوده، والمتغيرات دي بتوصل لمرحله حضرتك لا تتخيلها. يعني مثلا لو واحد شون قش قمح تطلع متغير، واحنا بقى نثبت ان المتغير ده مش بنا مخالف. أيوة. لو واحد مثلا عمل صاج فوق السطح ده متغير، نثبت ان هو غير متغير، ان هو يعني اقصد مش لانه كله بيبقى تصوير جوي، فانا شايف من فوق ان حصل تغير ما. ايوه بالظبط. فهم بيقولوا لنا على المتغيرات بالنسبه احنا بقى عاملين فرق في كل مركز ومدينه وحي، بينزل على ارض الواقع يصور المكان، لو طلع مخالفه طبعا بيتم اتخاذ الاجراءات ايا كان بقى، مثلا محضر، ازاله، حسب نوع الحاجه. طب لو المتغير ده حاجه عاديه، مثلا فلاح مشون، احد الاخوه الفلاحين مشون قش القمح عشان بعد كده يبيعه، مش عارف، يعني الحاجات دي عادي ما فيش فيها مشكله طالما ما فيش فيها تبوير للارض الزراعيه. فمنظومه متكامله يعني الامانه، كل الجهات بتساعد. طبعا مديريه الامن معانا يعني ايد بايد، اي حاجه محتاجه تدخل صرفي. طيب لو انا افترضت ان في مبنى ما وده ولا هيعدي عليه كوبري ولا هيجي جنبه طريق ولا حاجة، بس المبنى ده كمان مبني يعني بس خرسانة وطوب أحمر بس فاضي، ده بيبقى وضعه إيه؟ لا ما هو حسب المبنى، يعني المبنى ده طالع له رخصة، لو طالع له رخصة ما مش عارف جنبه، حتى لو هو فاضي احنا يعني مالناش علاقة بيه. هو الرخصة هل هينفع يطلع له رخصة وهو في وسط أرض زراعية أصلا؟ لا ما أنا ما هو كل حالة بحالتها، ما هو في أراضي، أنا هقول لحضرتك في اراضي داخل الحيز العمراني، بس الحيز العمراني ده في حته ارض ما اتبنتش صاحبها، يعني ما بناهاش مش عايز يبنيها، فقد يبدو ليك انها زراعي. لكن لو هي جوه الغيط العادي اللي هو بقى يعني امتداد غيط يمين وشمال ما فيش اي بيوت، ده مليون في المية مخالف وبيتاخد معاه الاجراءات. لا يبقى هتلاقي من النوع ده كتير يا دكتور. اشوفه بقى، هتلاقي من النوع ده كتير. فين انت وصف لي الاماكن ومالكش دعوه. لا احنا كده هننزل هنتجول فيها سوا، بس هتعزمني على الغداء يا فندم. كنت اقول لك لما جيت المنصوره المره اللي فاتت ما عدتش، ما انا والله انا اتشرف ان انا اجي ونتقابل يعني، لكن معلش انا كنت جاي في زياره علاجيه سريعه لوالدتي والحمد لله، لكن المره الجايه هتبقى زياره غداء بقى. الف سلام عليها، ربنا يديم شفاها، اتشرفت. الله يسلمك. الاهليه يعني اهل كرم، وفي اي وقت طبعا كرم. طبعا احسن ناس، وفي زي الاهلاويه برضو. اشكرك يا دكتور، ربنا يخليك وبالتوفيق دايما يا دكتور. كل الشكر ليك دكتور ايمن مختار محافظ الاهليه. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
طب والله أنا مبسوط. ليه بقى مبسوط؟ لأنه ما كنتش متصور أنه نجوم التاسعة سوف يحقق يعني أو يتحقق عليه إقبال شديد للدرجة دي. أنه من ساعة ما احنا أعلننا عن مسابقتنا نجوم التاسعة وقلت لكم دي أكبر، خد بالك بقى، أكبر وأهم مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء وفي الشعر وفي القصة القصيرة. حلو كده؟ طيب هتيجي تقول لي طيب ازاي يا عم يوسف؟ اقول لك طب الغنى والشعر اظن دي مفهومه جدا، وفي القصه القصيره المفترض جدلا ان احنا يعني كثير مننا ارى قصه قصيره قد يكون لديه او يشعر انه لديه موهبه في كتابه القصه القصيره. طب احنا هنقدم لك ايه؟ احنا هنقدم لك باذن الله حضرتك لو فزت وارد جدا انك تلاقي نفسك بتغني تتر من تترات المسلسلات الرائعه التي تعرض على الشاشات المصريه المختلفه. ويا سلام سلم بقى لو في رمضان يبقى يعني طاقه الارض قدر واتفتحت لك. كذا الحال في الشعر، ممكن تلاقي نفسك انت اللي كاتب أغنية، ممكن تلاقي نفسك ان انت بعد كده بتنشر الأشعار بتاعتك وتتحول الى ديوان جميل. كذلك القصة القصيرة هنساهم في نشرها جدا في اكتر من مكان وفي اكتر من منصة. يعني من الاخر كده، بص يا مولانا، برنامج التاسعة وتحديدا نجوم التاسعة من تحت هذه المظلة الكبرى التلفزيون المصري القناة الأولى، بالتأكيد هم الأولى باكتشاف الموهبة اللي موجودة في مصر سواء إذا كانت في الغنى أو في الشعر أو في القصة القصيرة. بالتأكيد حضرتك أولى اهتمامات بلدك، وبالتالي فأنت أول اهتمامات هذه القناة، هذا المبنى العظيم العريق، وهذا البرنامج الذي أراه برنامج لطيف جدا أوي خالص. عشان كده عملنا لك نجوم التاسعة وبنشجعك أكتر على أنك أنت تشارك فيه. إحنا عاوزينك تظهر وعاوزينك تبان الموهبة الحقيقية، بس أهم حاجة أنك تبقى فاهم الشروط. الشروط شديدة البساطة، غير أنك تبقى فعلا موهوب ودي حاجة مهمة خالص، بس أقل عمر للتقدم هو 18 سنة، ده نمرة واحد. الحاجة التانية، آخر معاد للتقديم في مسابقتنا نجوم التاسعة هو يوم 15/7/2022. طيب إيه أسهل طريقة تقدم بيها؟ ولا حاجة خالص، حضرتك هتبعت لينك بالموهبة بتاعت سيادتك علشان تشارك في المسابقة. طب هتبعت اللينك ده فين؟ هتخش على فيسبوك، هتلاقي صفحة برنامج التاسعة قدامك، هتلاقيها على الشاشة حالا بالا اهو. يلا يا نديم انزل بالصفحة، هوبا ما نزلش، هينزل دلوقتي. المهم يعني هتخش على صفحة التاسعة، هتبعت لنا اللينك على الصفحة، بيتم المراجعة. هبص ادي التاسعة، اسهل من كده مفيش. ايه ال التاسعة على طول، ايه ال تي اي اس اي وبعد كده 3 بالانجلش وبعد كده ايه التاسعة. فانت هتبعت اللينك بتاعك على التاسعة، احنا بنقعد نشوف الحاجات دي كويس مرارا وتكرارا، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، بنتابع كويس ونفلتر كويس عن طريق لجان من التحكيم مرموقة رفيعة على اعلى مستوى، وبعد كده هتحصل هذه الفلترة الى ان نشاهد هذه المواهب وتحصل المسابقة وبعدين تحصل الاستضافات وبعدين يبقى في عندنا اللي كسبان او الفائز الاول في مسابقة الغنى والفائز الاول في مسابقة الشعر والفائز الاول في القصة القصيرة، يتم اعلانها عيانا بيانا على الجميع وهكذا. تاني، في ايه اسهل ولا اجمل من انك انت تشارك بموهبتك الحقيقية في مسابقة حقيقي هي خارجة من البرنامج المصري الأول على القناة المصرية الأولى في التلفزيون المصري الأول. شوفوا البرومو بتاعنا هتفهموا أكتر. لو عندك موهبة كتابة، شعر، غناء، مش عارف تقدم فين والمين، مستعد؟ جاهز؟ نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. ابعت لنا على صفحة البرنامج، جهز نفسك لتجربة هتغير حياتك. نجوم التاسعة قريبا. طيب حضراتكم كده شفتوا البرومو نجوم التاسعة، يعني المسألة شديدة البساطة. والله حتى ورينا لك شكل الصفحة عشان ما يختلطش عليك الأمر لو في حد كده ولا كده، عامل صفحة مضروبة ولا حاجة، لا هو الصفحة بتاعتنا واضحة تماما وهتلاقيها verified وما إلى ذلك. السبيلنج ده بالتحديد هو اللي انت هتشوفه، اللي هو التاسعة A-L-T-E-S 3 وبعد كده ايه يبقى التاسعة، ده شكل الصفحة. هتشوف حتى قدام حضرتك يعني كده ايه، احنا مصورين لك الصفحة علشان تشوفها وتشوف شكل الفيديوهات اللي محطوطة، ده
ده القصه القصيره ده ولا انا مش شايف كويس من بعيد بس تمام كويس. فانا عايزك تشارك في ذلك. بالمناسبه احنا جالنا مشاركات كتير جدا وبالفعل بدانا في ان احنا نعرض هذه المشاركات على لجان التحكيم الخاصه بكل موهبه علشان يشوفوها زي ما كنت بقول لك مره واثنين وثلاثه واربعه علشان تتعمل الفلتره او تتعمل التنقيه، لان احنا جالنا عدد ضخم جدا الحمد لله والشكر لله. دي صور لبعض المتسابقين المشاركين معانا باللينكات بتاعتهم او الفيديوز بتاعتهم سواء اذا كان في الغنى او في الشعر او في القصه القصيره، هتلاقوا الصور واللينكس يعني بتتوارد تباعا بنعرضها على حضراتكم. طيب هتيجي تقولي طيب فين الفيديو نفسه يا يوسف ما بتعرضوش علينا ليه؟ لان احنا بالاخر مش عاوزين نحرق الفيديوهات كده على طول يعني. لا عيب عليك، احنا لازم نشوقك الاول. فده بكلمك بجد كده يعني. وبالتالي هتعرض هذه الفيديوهات لما يتقفل باب التقديم بشكل كامل، خلاص كده 15 يوليو قفلنا باب التقديم، يبقى نبدأ بقى نعرض الفيديوهات وناخد التصويت ونعرض على لجان التحكيم قدامكم هنا هو جوه البرنامج إلى أن نصل إلى الفائزين النهائيين بإذن الله في الغنى في الشعر في القصة القصيرة. أنا لو منك أبعد دلوقتي، على أيامنا ما كانش في الكلام ده بالمناسبة، كانت المسألة شديدة الصعوبة شديدة الصعوبة. توكلوا على الله، سيريا نورماندي نجوم التاسعة ينطلق وبقوة. خليني أروح على موضوع آخر ينطلق وبقوة وإن كان أكبرا وأشمل ومهم قوي، التأمين الصحي الشامل. التأمين الصحي الشامل يعني ملف صحي لكل أسرة ويمكن المواطن من اختيار طبيبه المعالج. يعني إيه؟ يعني بمجرد أنه فلان الفلاني اللي هو ينتفع بالتأمين الصحي الشامل ويتوجه إلى الوحدة أو المركز الصحي فهيسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل. حلو كده؟ طيب لما بيسجل إيه اللي بيجرى؟ بيتفتح ملف لهذه الأسرة الكريمة. الملف جواه إيه؟ هتلاقي جواه بقى كشف وفحص طبي شامل لكل أعضاء هذه الأسرة. فلنفترض أنه هذا الرجل الهمام وساعتها هيبقى فيه زوجته وهيبقى فيه أبنائه، وإذا كان الأمر لو افترضنا أنه مثلا أب في هذه الحال متوفي فيبقى هل الأم تبقى موجودة في ملف الأسرة ولا لا إلى آخره، والعكس صحيح. خلونا هنا ناخد معنا على تليفون دكتور أحمد غريب مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف بحضرتك، مساء الخير لجميع المشاهدين. مساء النور على حضرتك. قول لنا بقى يا فندم دلوقتي التامين الصحي الشامل في كم محافظه ولو انا عاوز اسجل فيه اعمل ايه؟ تمام يا فندم، احنا حاليا دلوقتي بدانا تشغيل المنظومه في ثلاث محافظات، يعني عندنا في بورسعيد والاقصر ثم الاسماعيليه، وان شاء الله تباعا هيبدا التشغيل في الثلاث محافظات الاخرى في المرحله الاولى جنوب سيناء والسويس واسوان ان شاء الله. عشان تسجل حضرتك في المنظومه بمنتهى البساطه، اي حد من القارتين او الناس اللي ساكنين في هذه المحافظات بيتوجه للوحده او المركز التابع ليه في النطاق السكني او الحي السكني اللي هو مقيم فيه، وبيبدا يطلب ان هو يفتح ملف للاسره، وملف الاسره ده بيبقى ملف بيشمل جميع افراد الاسره اللي مع المواطن اللي بيسجل الملف العائلي. مع تسجيل الملف العائلي بيتم بقى عمليه الفحص الشامل لجميع افراد العيله. عمليه الفحص الشامل دي هدفها ان احنا نتاكد ونطمئن على الصحه العامه لجميع الافراد، واللي منها كمان لو احنا اكتشفنا بعض الامراض اللي موجوده لبعض الافراد بناخد ساعتها الاجراءات اللازمه لمتابعه المرض والسيطره عليه والمتابعه فيما بعد لجميع افراد العيله من خلال وحدات ومراكز طب الاسره المنتشره في المحافظات الثلاثه. حلو جدا. طيب اذا انا كنت بقول انه اذا افترضنا مثلا انه فلان الفلاني مواطن مصري متزوج لديه مثلا طفل وطفله ووالده متوفي وبالتالي والدته تحت رعايته، هل هي بتبقى موجودة في هذا الملف الصحي بتاع نفس ذات الأسرة ولا لا؟ بالضبط يا فندم، احنا كمان من الأساسيات اللي بيقوم عليها نظام طب الأسرة
ومنظومة صحة الأسرة بصفة عامة هي الأسرة. يعني احنا بنتكلم مش بنتكلم على الفرد بس، احنا بنحط في اعتبارنا ان الفرد ده هو عضو داخل أسرة، والأسرة دي ليها مكونات وفي أنواع من الأسر. يعني حضرتك بديت مثال من الأسر اللي هو بيكون فيه الأب والأم والجد أو الجدة والأطفال، ده نوع من الأسر اللي احنا نتعامل معهم. واحنا جميع الخدمات بتقدم لكل أفراد الأسرة سواء كانت زوج وزوجة وأطفال أو زوج وأطفال أو زوجة وأطفال أو في جد وجدة وأطفال، كل أفراد الأسرة اللي داخل الملف الصحي بيقدم لهم جميع الخدمات داخل وحدات ومراكز طب الأسرة وجميع المستشفيات طبعا التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. طيب في أوراق مطلوبة بخلاف الرقم القومي زائد مثلا عقد الزواج أو الرقم القومي بتاع الزوجة، ده هيبقى مثبت فيه اسم الزوج، شهادات الميلاد بتاعة الأبناء وكذا الحال، شهادة ميلاد الابن اللي والدته تحت رعايته أو والده تحت رعايته، في أوراق تانية؟ لا الحقيقة حضرتك قلت كل حاجة. يعني حضرتك غطيت كل ده. أنا بحاول أجتهد ليس إلا ده من خيالي يعني. لا ما شاء الله على حضرتك، لا كل حاجة حضرتك قلتها فعلا هي دي المتطلبات اللي احنا بنحتاجها لفتح الملف الطبي العائلي. وبعد ما بنفتح الملف زي ما أكدت لحضرتك احنا بنقوم بالفحص الطبي الشامل لجميع أفراد الأسرة، ودي أول خطوة لتقديم الخدمات الصحية لأفراد الأسرة. وبرضه بأكد نقطة مهمة جدا ان الفحص الطبي الشامل ده فحص مجاني بالكامل لجميع أفراد الأسرة، سواء الفحص الإكلينيكي أو التحاليل الطبية أو فحص الأسنان، هو فحص مجاني بالكامل. طيب في شباب شقي بتاع الإخوان، أنا عارف أنه النهاردة مش بكرة هينزل على السوشيال ميديا ويقول يا جماعة لا تتوجهوا إلى المراكز والوحدات الصحية لأنه لو قدمت الملف يطلبوا منك 10,000 جنيه. قال هل دي أشقية أصلهم عفاريت برضو؟ مش سهل عين، مش سهل. لا يا فندم احنا ربع تعليم دول. لا يا فندم احنا بنؤكد ان فتح الملف الطبي ده اجراء مجاني بالكامل، والفحص الطبي الشامل برضه فحص مجاني بالكامل. انا برضه يعني استكمالا بقى للنقطه دي طالما حضرتك يعني اثرتها، ان يعني نسبه كبيره جدا من الخدمات، يعني منها خدمات الامراض المزمنه، الكشف الطبي على الامراض المزمنه، التحاليل الطبيه اللي بتقدم لاصحاب الامراض المزمنه، جميع الادويه والاصناف العلاجيه اللي بتقدم لاصحاب الامراض المزمنه هي بالكامل مجانيه. يعني دي نقطة برضه حبيت أأكد عليها طالما حضرتك أثرت هذه النقطة المهمة. بالكامل مجانية يعني الفحص الطبي بيبقى بالكامل مجاني في هذه الحالات. بالظبط يا فندم. طيب يا فن. ماذا عن الدواء؟ الإيه يا فندم؟ الدواء. الدواء زي ما قلت لحضرتك ده كل أصحاب الأمراض المزمنة مجاني. العلاج بالكامل مجاني. طيب لو افترضنا إنه فلان الفلاني هيحتاج إجراء عملية جراحية ما. تمام. هنعمل ايه؟ هيدفع قد ايه؟ مش هيدفع قد ايه؟ طيب خليني برضو يعني استغل الفرصة ان انا اوضح رحلة المنتفع داخل النظام الصحي في الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وصولا للنقطة اللي حضرتك اثرتها باحتياجه لاجراء جراحي. احنا المريض او احنا طبعا ما عدناش بنسميه المريض، احنا بنسميه دلوقتي المنتفع. أيوة. المنتفع بيتصل على عن طريق الخط الساخن اللي هو 15-344 بحيث ان هو بيحجز موعد على طبيب الأسرة داخل الوحدة او المركز التابع لي، وده طبعا هو ليه كامل الحريه والاختيار ان هو انا لو عندي دكتور احمد، دكتور محمد، دكتور محمود، هو الكول سنتر بيبلغه بالاطباء اللي موجودين، هو بيحجز على الطبيب اللي هو بيرغب على الكشف عنده، بيتوجه وبيحدد له طبعا الميعاد اللي هو بيتم فيه الكشف، اليوم والتاريخ والميعاد وكل حاجه، بيتوجه للوحده او المركز قبل ميعاده، وبعدين بيدخل لطبيب الاسره. طبيب الاسره هم اطباء على درجه عاليه جدا من الكفاءه والتدريب، ويمكن الهيئه العامه للرعايه الصحيه السيد الدكتور رئيس الهيئه بيولي يعني اهتمام قوي جدا ومتابعه شخصيه للبرامج التدريبيه اللي بتقدم لفرق العمل وخاصه الاطباء داخل وحدات ومراكز طب الاسره في الهيئه العامه للرعايه الصحيه. بيقوم الطبيب بفحص ومناظره الحاله، مناظره حاله المنتفع اللي تقدم ليه، والاطباء الاسره وطب الاسره عموما قادرين على علاج من 85-90% تقريبا من الحالات اللي بنشوفها في الرعايه الاوليه داخل وحدات ومراكز طب الاسره. يتبقى الجزء اللي احنا بنتكلم فيه 10-15% هو ده اللي بيحتاج ان هو يتم احالته لمستويات الرعايه الاعلى اللي هي مستوى الرعايه السنويه والثالثيه، اللي زي ما حضرتك يعني مشكورا اديت مثال لو حد محتاج تدخل جراحي او لو حد محتاج تدخلات او فحوصات
لمستوى اعلى زي الاشعه الرنين المغناطيسي وخلافه. لو احتاج ان هو تدخل جراحي فبيتم احالته على المستشفيات التابعه للهيئه العامه للرعايه الصحيه برضه من خلال منظومه احاله مميكنه بالكامل. بيتم حجز ميعاد للمنتفع على طبيب الجراحه، لو اخذنا المثال اللي حضرتك اديته في تاريخ برضه وميعاد، وبيتوجه المنتفع للمستشفى المعنيه، وبرضه بيقوم طبيب الجراحه بالكشف عليه او استشاري الجراحه بالكشف عليه ويحدد التدخل المطلوب. النقطة بقى المهمة جدا اللي حضرتك أثرتها إن قيمة هذه التدخلات، إحنا عندنا جميع التدخلات اللي بتتم على المستوى بقى التدخلات الجراحية، إحنا عندنا حد أقصى لقيمة المشاركة اللي بيقوم بيها أو اللي بيقوم بدفعها المنتفعين، وهي لا تتعدى 300 جنيه، يعني إحنا عندنا بعض التدخلات الجراحية اللي تخطت المليون جنيه، ولكن المنتفع ما بيدفعش أكتر من 300 جنيه فقط، وهي دي أقصى نسبة للمساهمة للمنتفعين في التدخلات الجراحية أو ما شابه ذلك. 300 جنيه؟ بالظبط يا فندم. بجد الكلام ده ولا إيه؟ لا بجد يا فندم. ما أنا عارف إنه جد طبعًا، أنا بس بأكد، أصل أنا قلت لحضرتك في الأول إيه؟ في عيال أشقية كده عند الإخوان عفاريت. بس يلا مش مشكلة، إن شاء الله ربنا ياخدهم، مش دي المسألة خالص. أنا بشكرك جدًا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا وفرحتنا بالمناسبة بهذه الأمور، لأن دي حاجات كتير من شأنها إنها فعلًا بتطمن المواطن وتفرحه إنه قيمته كبيرة قوي عند بلده. أنا بشكرك جدًا 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 دكتور أحمد غريب، مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. بالمناسبة عشان بس ذكرت العيال بتاعت الإخوان دي، عزيز المواطن لك أن تعلم الإخواني حقيقي جاهل في كل شيء، يعني أولا هو أي حد في الدنيا جاهل في أمور لا يعلمها، بس الإخواني دايما دغف. أولا هم لا يقرأوا أي شيء غير اللي بتفرضه عليهم الجماعة، ما عندهمش أي قدرة على النقاش أبدا، ولو جيت تناقشه وزنقته يبدأ يحول المناقشة للسخرية وهجوم عليك، وبعد ما يحول المناقشة للسخرية والهجوم يبدأ في آليات الاغتيال المعنوي وهكذا، اللي هو يحاول يشوهك قدر الإمكان أمام الحضور. لو أنتوا قاعدين مثلا في اجتماع، طب أنتوا قاعدين، عادات السوشيال ميديا الشهيرة دي اللي هو الناس قاعدة عمالة بتزيط على بعض كده، أنا السوشيال ميديا بالنسبة لي حالة زيطة متبادلة، فتلاقيه قاعد عمال طول الوقت بيحاول يعمل لك أي شكل من أشكال الاغتيال المعنوي. ليه؟ لأن هو عمليا ضعيف، ما عندوش حاجة يتكلم فيها على الإطلاق، يجي يقول لك إحنا جماعة كويسة خرجت عن مبادئ حسن البنا. حسن البنا ده كان رجلا قاتل، بالمناسبة كان رجل قاتل يحرض على العنف وسفك الدماء ولا يعتبر للوطن أي قيمة على الإطلاق. فاوعى تصدق إنه الجماعة خرجت عن السياق اللي حطوا البنا ده، الجماعة طول عمرها هي والبنا صنوان لا يختلفان لا يفترقان، توائم ملتصقة. بس لو شفت شكل الالتصاق هتتضايق، بس مش دي المسألة برضو. والله على كل حال، فأنا بس كل اللي عايز أقوله لك، أول ما تلاقي الإخوان بيضربوا في حتة اعرف انها ناجحه. يعني لو لقيتهم بيتكلموا كتير على التامين الصحي اعرف انه ناجح، لو بيتكلموا كتير على حياه كريمه اعرف انها ناجحه، بيتكلموا كتير طبعا هم بيتكلموا سلبا على قناه السويس اعرف انها ناجحه، بيتكلموا كتير على المليون و50 الف فدان اللي هي مستقبل مصر على سبيل المثال والدلتا الجديده والاستصلاح اللي بيحصل في توشكا او اللي بيحصل في سيناء الخ اعرف انها ناجحه. عمرك ما هتلاقي الإخوان بيقولوا شيء سلبي على أمر ما إن لم يكن بالفعل ناجح. طيب تعال بقى من الكلام الجد نروح على كلام تاني هو جد بس هو دمه خفيف ورائع بالمناسبة. أنا مش عارف حضرتكم شفتوه ولا لأ، أنا شفت الفيديو ده من 3 ولا 4 أيام على تيك توك، شاب مصري أنا أشوفه موهوب موهبة مذهلة جداً. هتيجي تقولي موهبة في ايه؟ هقولك موهبة في التقاف البطيخ، وانا مش بهزر ومش بتريق، انا بتكلم بجد. ده واحد عنده توافق عضلي عصبي بسم الله ما شاء الله. ده تخيل انه لو كانت موهبته دي راحت مثلا انه يبقى لاعب كرة مية ولا لاعب كرة يد ولا، يعني مش ممكن. الولد ما شاء الله عليه عمال بيتلقف، وخد بالك والتكنيك ايه بقى، هو بيتلقف البطيخ من فوق ظهر العربيه بايده، هو ما بيمسكوش، هو بس بيخفف من الصدمه بتاعته عشان ينزل على ايده الثانيه وبعد كده عند رجله وبعد كده على كومه قش علشان يترص. فهو بيعمل عمليه فيزيائيه جدا
قد لا تكون لدي أي دراية بقوانين الفيزياء خالص، لكن هو موهبته الفطرية كده سبحان الله العظيم. في كم واحد زي هذا الشاب؟ أنا معرفش، بس أدعوكم أنكم تشوفوا الفيديو ده وتفكروا بالطريقة اللي أنا فكرت فيها إذا حبيته. انت شفت في الفيديو ده اتنين، بالمناسبة انت ممكن تلاقي عشرات بل مئات من الشبان دول في كل الاماكن اللي ممكن يكون فيها بيع بطيخ بالجملة في الاسواق المختلفة يعني الكبيرة زي سوق العبور وسوق 6 اكتوبر وهكذا. لان بكلمك فيه خدت بالك هو راجل بيتعامل مع قوانين الفيزياء دون اي دراية، دي قوانين متعلقة بالجاذبية وتوزيع الاحمال والثقل ومش عارف حاجة في منتهى المهارة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهتلاقيه في النهاية خالص بيكسب حاجة بسيطة وراضي، لا راح سرق ولا راح تجر في المخدرات ولا عمل حاجة مش تمام ولا خالص، ده واخد قرار انه هياكل لقمة عيشه بعرق جبينه وبموهبة ربنا سبحانه وتعالى ادهاله اتدرب عليها اكيد من هو طفل صغنطط قد كده اهو. ربنا يبارك له في اللي بيكسبه، وربنا يا رب يعني يكسبه اكتر من كده 10 مرات ودايما بالحلال.